ديالنا اللاعبين ديالنا استرجعوا اللياقه ديالهم، اشتغلنا على مجموعه ديال الجوانب. تنتمنى ان التطور، حنا عارفين بان التطور غيجي تدريجيا، ولكن المباراه مهمه جدا، خاصنا نكونوا من الناحيه الدفاعيه حاضرين، لان اهم شيء هو اننا ما نتلقاوش اهداف، لان الهجوم ديالنا قادر على انه يسجل ان شاء الله. فريق الرجاء عنده مجموعه ديال اللاعبين هجومي تتكون بيناتهم تنافسيه، وبالتالي اللاعب اللي في التدريب تكون جاهز وتعطي اشارات قويه فهو اللي تياخذ الرسميه ديالو. تنظن بان هادشي بان مع جبرون في المباراه الاخيره، وبالتالي بالحليب يشتغل يلقى تجي الفرصه ديالو، خصو تقطع قليل وخصو انه يكسب الرسميه ديالو. بالنسبه للغيابات فحقيقه مازال فهو وصل لواحد المستوى جيد في التحضيرات ديالو، ولكن حتى تنظر المرافق اكلوب ان شاء الله عاد ممكن انه يدخل مع المجموعه. الدراري مركزين بزاف، المباراة ديال غدا تكون مباراة صعبة، ولكن شايفين في الإمكانيات ديالنا وغنطبقوا معلومات ديال المدرب سي جمال وإن شاء الله يكون خير. Le défi de World Save, jouer le Ranger ici au Conscience Sport 25, pour sa propre supporter, est-ce qu'il y a de la pression à l'intérieur de la Ligue? والله شوف، كنا قدام في عربة في خسارة، ما لازموش نفوزوا باللي ماتش نتاعنا الكل اللي باش يصيروا في الموسم الرياضي، معناها في أكبر فرق في العالم وفي كبيرة، معناها تمر معناها بخسارة في الموسم والنشاط نتاعو. بالنسبة لينا احنا ما لازموش نخفوا هنا، عندنا دوك الشيوز مازالوا قدام من مباراة غدوة إن شاء الله في الشامبيونز ليغ. كيما قلت لك احنا اللي فايزين بالنسخة الفارقة لازمنا معناها في ثوب البطل، لازمنا ان شاء الله اقرب فرصه اللي باش نسير باش نحاولوا نعوضوا، وعندنا فرصه غدوه امامنا من فريق الرجاء باش نقوموا بمباراه كبيره، باش نجموا كما قلت لك نرجعوا للسلسله الايجابيه نتاعنا، ونجموا نحضروا بقيه الشامبيونز ليغ في ظروف طيبه ان شاء الله. سي سور ديما فريق المنتصر باش يكون في اكثر مورال معناها احسن من الفريق اللي يكون انهزم مباراه فارطه، ولكن احنا في الترجي ما تعودناش نخسر زوج مباريات ورا بعضهم، معناها ما فهمتش انا كيما لازمنا باش تكون فما رياكسيون، سي كي سور باش تكون فما رياكسيون سو تيران، معناها كروي نحكي باش تكون فما رياكسيون، فما رياكسيون تاع عمر بروف، فما رياكسيون اللي نحن نظهروا اللي احنا معناها انهزمنا كيما قلت لك بطولنا السبعه في البطوله العربيه، اليوم قدام لقب اللي نحن متعودين به، لقب اللي نحن دائما نسعى باش نفوزوا به. دونك ما فهمش علاش ان شاء الله باش تكون فما رياكسيون، رياكسيون بوزيتيف فوتباليستيك، ما باش نجم ان شاء الله نخدموا مباراة كبيرة ان شاء الله. اخوانا فريق الترجي غادي يدخل هذه المنافسة هذه المباراة بغياب واحد النجم ديال فريق هو العميد شماتش، واش ما غاديش يأثر هذا الغياب على تشكيلة الفريق أمام فريق الرجاء الرياضي؟ غادي يدخل بكامل الحقوق رغم غياب لاعبين حفيدو وبعض اللاعبين، لكن اللاعب الآخر غادي يقوم بالمهمة على أكمل وجه، واش غياب ديال هذا العميد ما غاديش يأثر على التشكيلة؟ بيان سور خليل شمال معناها هو قائد الفريق وعنده مكانة كبيرة في الفريق، واحنا من المقابلة الفارطة معناها لسوء الحظ تعرضنا معناها للإصابات، خاصة في محور الدفاع اللي خلونا ضد أسفي معناها نلعبوا ظهيرين في محور الدفاع ما كانش عندنا حلول. الحمد لله استرجعنا معناها محمد علي يعقوبي هو موجود في معنا في التشكيله، ولكن ديما معناها لابور تاع خليل شمام سواء في الجروب ولا سو تيران معناها لابور نتاعو لي تري بوزيتيف، ولكن اليوم في الترجي التونسي نحاولوا الغياب اللي يكون موجود معناها اللاعب اللي يكون يلعب في الملعب ويعوض احسن تعويض ويقدم معناها الفلوس للكيب، وهذا هو لو بلوز امبورتون ان شاء